الحمد لله وصلى الله على سيدي محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد ما زلنا في هذه المجالس التي اسال الله ان يطرح فيها البركه والنفع ويرزق المتكلم الاخلاص وان يكون لها قبول في السماء لا يزال الحديث حول الانسانيه قبل التدين منذ بدايه هذه الحلقات تحدثنا عن مفهوم الانسانيه ولماذا الانسانيه قبل التدين والفرق بين التدين والدين الدين قبل كل شيء والانسانيه قبل التدين ثم تحدثنا عما ترتب على ذلك من قيم واخلاق نحتاج اليها للحفاظ على ادميتنا وانسانيتنا كما تحدثنا عن مفهوم الانسانيه، ثم تحدثنا عن ضابط الاخلاق وعن صله الدين بالاخلاق وهل يمكن ان يكون هناك خلق بغير دين؟ كما تحدثنا عن حاجه الانسان الى القدوه ان يكون امامنا نموذجا يمثل الانسان الكامل حتى نقتدي به، ثم تحدثنا انه صلى الله عليه وسلم هو ذلك الانسان الكامل، ثم تحدثنا عن أوجه من أوجه كمالاته صلى الله عليه وسلم سيأتي أيضا مع الحلقات إن شاء الله يعني بيان أوسع لأوجه كمالاته ثم كيف نستطيع أن نقتدي بهذه الكمالات وقلنا أن الحب هو الباب لذلك وكيف أن حبه صلى الله عليه وسلم يفتح لنا أبوابا من محبة الله وأن حب الله وحب رسوله تجعلنا ننظر إلى خلق الله بعين المحبة وأثمر ذلك في الحلقة الماضية سؤالا طيب إذا أنت تقول نحب كل المخلوقات حتى الكافر نكره كفره ولكن لا نكرهه والعاصي نكره معصيته ولا نكرهه هو لا نكره ذاته والمسيء نكره إساءته ولا نكره ذاته والمعتدي نكره اعتداءه ولا نكره ذاته بدليل أنه مجرد أن يترك ذلك كل يصبح أخا لنا على كل يعني هذا الذي تقوله يقول البعض هذا يتنافى مع مفهوم الولاء والبراء، يعني سمعت اكثر من شخص يقول هذا الكلام، اين الولاء والبراء؟ ثم يقول الولاء والبراء عقيدة تعودنا نسال هل للبراء و للولاء والبراء وجود اصلا في ديننا؟ من اين جاء من قال بالولاء والبراء؟ يقول كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله اي صحيح نحن لا نواد لا نواد ندفع بالود الى من حاد الله ورسوله في حال محددته لله ورسوله لكن ليس معنى هذا ان نبغض ذواتهم من اين جيت هذا فين مفهوم الولاء والبراء هنا قالوا لو كانوا اباءهم وابنائهم صحيح لو كانوا ابائنا وابنائنا ومع ذلك الذي انزلت عليه هذه الايه لما استاذنته سيدتنا زينب او غيرها ان تبر امها المشركه فقال صليها وبريها طيب متى كان البر والصله مواده من حاد الله ورسوله؟ هذا المفهوم خاطئ لم يفهمه من انزلت عليه الايه. طيب من اين جئت؟ يعني هل كان يوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم مصطلح اسم الولاء والبراء؟ قرانا في السيره وفي السنن لم نجد ذلك. هل عرف الخلفاء الراشدون المهديون من بعد رسول الله تحدثوا عن مصطلح اسم الولاء والبراء؟ لا لم يعرفوا ذلك، القرون الثلاثه الاولى ما عرفت ذلك. يأتي شخص يقول أي أيوة لكن لا مشاحة في الاصطلاح المقصود هنا التبرؤ تمام لا مشاحة في الاصطلاح لكن هذا المصطلح ليس مجرد مصطلح بنيت عليه منظومة فكرية ارتقت عند البعض إلى جعلها عقيدة وهذا غير صحيح نحن نبرأ إلى الله من كفر الكافر ونوالي المؤمن ونوالي من كان على الحق في, في قيامه بالحق ولو كان حتى كافراً عندما ياتي كافر ويقوم بشيء حسن ناخذ الشيء الحسن منه، الحكمه ضاله المؤمن. اذا هنا الولاء والبراء مرتبط بالاعتقاد، والي عقيدته وتبرى من عقيدته لكن الذوات ليس هذا موجودا فيها. طيب من اين جئتم من هذا الكلام؟ يا من تعترضون على هذا المفهوم بمعنى ما الذي يؤصل البراءه؟ يقول كيف؟ القران الكريم سوره التوبه اولها البراءه، بل من اسماء هذه السوره البراءه، قلنا نعم. تعالوا نقرا في سوره التوبه. اول سوره التوبه بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين الحديث هنا عن ماذا عن عهد بين مسلمين ومشركين هؤلاء المشركون كما قال جمع من المفسرين لهذه الايه نقضوا هذه العهود وكانوا مع نقضهم العهود يتعرضون بالاذى وبالقتل وبقطع الطريق والاذى فامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرسل سيدنا علي بن أبي طالب إلى موسم الحج الذي على رأسه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليقرأ سيدنا علي على الناس تحت إمرة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ليقرأ على الناس هذه الآيات يقول ماذا؟ أنتم ما قمتم بالعهود كما ينبغي فالذين عاهدناكم أنتم خلاص عهدنا قد تبرأنا منه لنقضكم لهذه العهود فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين الكلام هنا عن ماذا؟ عن عهد متعلق بأمان وسلم وحرب متجه إلى هذا الاتجاه يقول سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم الا الذين عاهدتم من المشركين لا السياق كله واضح يتحدث هنا عن حرب وسلام ليس عن معامله ليس عن اخلاق ليس عن رقي ليس عن رحمه ليس عن محبه ليس عن اراده او محبه خير للاخرين يتحدث عن وضع عسكري يهدد امان المسلمين لهذا قال الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ما تآمروا عليكم مع الأعداء فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين جعل هذا من التقوى قال طيب بعدها قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم قال طيب الكلام هنا عن ماذا قال لنا نقاتلهم لأنهم كفار ومشركين مجرد ما تنتهي الأشهر الحرم شوف كيف الذي يقتص آية من القرآن كما يفعلون الآن داعش وأخواتها ويخرجها عن سياقها الآية التي قبلها والآيات التي ستأتي بعدها تثبت أن هذا الفهم باطل لماذا؟ لأن الحديث هنا عن مشركين بيننا وبينهم عهد نقضوا العهد أصبحوا يقطعون الطريق يهددون الأمن يهددون السلم المجتمعي فوجب على الدولة أن, أن, أن تتخذ موقفا منهم والدولة بقيادة الحبيب صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بدليل الآية التي بعدها لماذا لا تأخذ بقية الآيات وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أجره تدعو إلى الله طيب لو ما قبل تقتله قال لا ثم أبلغه مأمنه سمع كلام الله أسلم أهلا وسهلا ما أسلم خلي يذهب إلى المكان الذي يأمن فيه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله قال لنا طبيعه المشركين اللي في ذلك العصر انهم ما عادوا يوفون بالعهود يقول الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين يعني ما داموا قد اوفوا بالعهد لا حرب اذا الايات كلها هنا تتكلم عن ماذا؟ لا تتكلم عن براء وولاء مع ذوات الايه هنا لا دخل لها بمفهوم الولاء والبراء البراءه التي هنا براءه من عهد سلم كان بيننا وبين كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين واولئك الكفار فنقض اولئك العهد بدليل ان الذين لا يعتدون بالقتال لا نقاتلهم الى اخر الايات التي هي في سوره البراءه، اذا اردنا ان نستوعب هذا الامر بعد ان فهمنا بان الايات التي في سوره براءه لا صحه لمن استشهد بها بمطلق الولاء والبراء والوقوف ضد كل كافر لا أنا ضد كفر الكافر وليس, وليس الكافر وأن الآيات هذه في الأصل تتعلق بالسلم والحرب مع من نقض العهود في ذلك الوقت ومنع الكفار من أن يدخلوا إلى مكة من السنة التي بعدها كانوا يطوفون بالكعبة عراه فمنعهم الله عز وجل من دخول هذا المكان لكن عندما جاء الأمر متعلق بالمعتقدات ليس بالسلم والحرب ليس بشؤون الدولة تأملوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى يخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يعني يقول انما هو اله واحد طيب هم ما رضوا يقتنعوا مستمرين في الشرك قال وانني بريء مما تشركون شوف هنا انني بريء من ماذا مما تشركون اي من شرككم من كفركم وفي الايه الاخرى وان كذبوك طيب كذبوك ايش هذا اللي ما رضوا يؤمنوا خلاص اكرههم واقتلهم وفعل وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون الله 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 تاملوا هذا المعنى يا اخوان انتم بريئون مما اعمل قبل ان يتبرا هو صلى الله عليه وسلم من سوء اعمالهم اقر لهم ان انتم بريئون مما نعمل وانا بريء منكم قال انا بريء مما تعملون وفي الايه الاخرى يقول سبحانه وتعالى ان يقولون افتراه يعني يكذبوك يقولون انك افتريت القران ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون بريء من ماذا؟ ها آه بريء مما تجرمون انظروا حتى لو وردت ايه هنا براءه براءه من المشركين او منكم شرحها هنا ياتي يقول تعالى طيب هذا الكفار، طيب المسلمين العاصين؟ المسلمون العاصون من باب اولى قال الله تعالى: واخفض جناحك، تواضع، تنزل، تلطف، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال بعدها: فان عصوك، قل هذا لا عصاه فاسقين، هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي ان نكرهكم، ان نعاديكم، هذا ضد الانسانيه التي جاء الدين ليحييها في الناس، ليوقظها. يقول فان عصوك فقل قل إيش إني بريء مما تعملون فتبرؤي هنا من عملكم أما أنتم ذواتكم مر معنا في حلقات ماضية أن الذي تكرر منه شرب الخمر وهو من الكبائر أم الخبائث دافع عنه النبي وقال إنه إن علمته رجل يحب الله ورسوله هل هذا كان عند سيدنا محمد فقط؟ هو طبعا أعظم من برز به سيدنا محمد لكن حتى عند غير سيدنا محمد هذه شريعة الله هذه قيم يقول الله سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم قال يا قوم إني بريء مما تشركون تبرأ من شركهم ليس من ذواتهم وسيدنا هود عليه السلام أيضا قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون تعلمنا هذا المعنى من القرآن الكريم لكن من الذي يقوم يتبرأ هكذا من الذوات دون أن يوجد في قلبه رحمة دون ان ينظر الى الذوات بنظره الرحمه، في واحد معروف عنه هذا الكلام، طبعا ليس منهج النبي صلى الله عليه وسلم. واحد اسمه الشيطان، ابليس اعاذنا الله منه، جاء في القران الكريم كما في سوره الحشر كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك. ايش؟ عاد الشيطان يعلل فعله اني اخاف الله رب العالمين. اذا البراء هذا شغل الشيطان. ولهذا قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الولايه بدعة والبراءة بدعة، من يقول هذا الكلام؟ الامام احمد بن حنبل امام اهل السنه الولايه بدعة والبراءة بدعة وهم الذين يقولون نتولى فلانا ونتبرأ من فلان وهذا القول بدعة فاحذروه أوردها عدد ممن رووها عن الإمام أحمد منهم عبد الله بن أحمد بن حنبل ومنهم أبو يعلى الفر الحنبلي في في طبقات الحنابلة بل قبل ذلك قالها سيدنا علي بن أبي طالب قبلها وسيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال الإرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة جعل مفهوم الولاء والبراء الذي يطرح اليوم وعلى اساسه تسفك الدماء ويقتل الناس ويكفرون وتفجر الناس كلها لا اصل لها، القوم جعلوها عقيده وهي لا اصل لها، انا اتبرأ من الكفر الكافر، من العقائد الزايغه، لكن الدوات هي محل الدعوه الى الله عز وجل. فهمنا الان من هذه الحلقه او توصلنا الى ان مفهوم الولاء والبراء بالمعتقد الذي ينشر اليوم وجعله عقيدة هذا لا أصل له عند أهل السنة والجماعة هو مصطلح بدأ به الخوارج في عصر من العصور تبرأوا من سيدنا علي بن أبي طالب وكفروه ثم مات والآن ظهر على أيدي خوارج العصر ما كانت الناس تعرفه حتى القرن الماضي مفهوم الولاء والبراء وأصلوا له وألفوا فيه لا هذا ليس من, من ديننا وهو منافل لمفهوم الإنسانية يعني أنا أتبرأ من الخطأ لكن المخطئ الجا الى الله ما اتبرأ منه، ادعو له في ظهر الغيب، وانصحه وادعوه الى الله عز وجل. ياتي واحد يقول طيب فهمنا ما في الولاء والبراء هذا، لكن فين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ سياتي حديثه في حلقات اخرى ان شاء الله عز وجل، لكن ربما نتحدث في الحلقه, الحلقة القادمه عن معنى من تعامله صلى الله عليه وسلم مع من يحدث من نحدث عنهم اليوم بالولاء والبراء، كيف تعامل صلى الله عليه وسلم؟ مع الموافق مع المخالف كيف استوعب الناس صلوات ربي وسلامه عليه نسال الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بالدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين thank you